أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا أبو مقبل من اليمن ومقيم في الرياض، البعض من أهل المعاصي إذا نصحناهم يستدلون بحديث لولا أنكم تذنبون وتستغفرون الحديث، فما هو التعليق على ذلك؟ ونرجو شرح للحديث مأجورين. تعليق في الحديث نفسه، تذنبون ثم تستغفرون، الواجب عليهم أن يستغفروا استغفارا من قلب ومن نية خالصة، وأن يتركوا الذنوب. هذا معنى الاستغفار، استغفار والتوبة بمعنى واحد، بمعنى أنه يترك الذنب وأنه يندم على ما حصل منه وأن يعزم ألا يعود إليه. نعم.